إيمان أجود مديرة ثانوية إعدادية عبد الله بن ياسين المستفيدة من دعم هيئة تحدي الألفية، والتي بفضل وكالة حساب التحدي الألفية المغرب تمت بلورة مشروع المؤسسة المندمج بطريقة تشاركية تضمن المساهمة الفعالة لجميع الأطراف المكونة للمجتمع المدرسي في الحياة المدرسية للمؤسسة من خلال منح مختلف الأطراف فرصة التأثير في القرارات بطريقة تجعلها تستجيب لحاجيات وانتظارات كل المشاركين على أساس الشفافية والاستقلالية والفاعلية والدمج، بما يمنح جميع الأطراف فرصاً للإدلاء بالأفكار وعرض للتجارب وتقاسم النتائج. هذا المشروع المندمج يصب في مجموعة من الأهداف، أهمها تحسين التعلمات ونتائج المدرسية في إطار مقاربة تعاقدية، تقوية الاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسسة، وكذلك التشجيع على اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسة، وكذلك توفير تجهيزات ضرورية للابتكار البيداغوجي والرفع من مستوى الأداء التربوي والإداري عبر تكوينات دامجة. ولغاية اليوم تم تحقيق وإنجاز مجموعة من الأولويات في المشروع، ومنها تفعيل أنشطة الحياة المدرسية عبر النوادي التربوية، وإعداد وإنجاز النسخة الأولى من مجلة المؤسسة بالعربية، والنسخة الثانية في طور الإعداد والتفعيل باللغة الفرنسية، تفعيل الدعم التربوي، إنجاز وتخطيط مشاريع القسم لتحسين التعلمات، واختيار الأنشطة المدرسية بشكل يتجاوز التلقي السلبي إلى اعتماد تعلم ذاتي والقدرة على الحوار والعطاء.